شفناه كابتن حسن شحاته. اقول النهارده انت شرفت الزمالك، شرفت مصر، شرفت افريقيا، ان انت النهارده هتكون في 2014 في البرازيل تجمع الاعلامي لكاس العالم، شخص من افريقيا ومصري والنادي الزمالك، تكريم رفع للثلاث اشياء دولت. نتمنى ان شاء الله ان كل الناس تاخد حزوه بحظ الكابتن حسن شحاته عشان نرفع اسم مصر واسم افريقيا في وسط العالم ككل. كابتن، المشاكل اللي بتمر بها الرياضه حاليا بالنسبه هي مش ألطس ولا شيء، هي ظروف عامة في البلد ككل. نتمنى إن شاء الله إن مصر تعدي هذه المرحلة عشان كل المجالات تتحسن مش في الرياضة فقط.